طبعا انا فرحان ان اشوفكم واتقابل معاكم، ونفسي كمان بالاضافه لحضوركم في الكنيسه وانتظامكم تهتموا كمان بالمذاكره. انتم مرحله مهمه، وارجو كلكم دلوقتي ما بقاش 90% تكفي، صح؟ فلازم على الاقل 98، على الاقل يعني 99، خلاص ماشي. دلوقتي احنا لقاءنا النهارده من جزئين، في جزء هيكلمكم فيه ابونا بولس حليم عن مهارات في استخدام الكتاب المقدس، وده انا نفسي تركزوا فيه قوي لان ده هينفعنا طول العمر. والخطه بتاعتنا في كنائس وسط القاهره ان لازم بنعمة المسيح كلكم تطلعوا فلاحين كتاب مقدس. مينفعش ان حد مننا يطلع متغرب عن كتاب مقدس، فاللي هيقوله لكم ابونا بولس في منتهى الاهمية. وبعدين باذن الله تطبيقه هيبقى في المؤتمر اللي هنحضره مع بعض في اجازة عيد الاضحى، اللي هو من يوم 8 ليوم 11 ديسمبر في ابو تلات. برضو هتبقى فرصة حلوة ليا ان انا خلال الاربع ايام كاملين مش هسيبكم، هبقى موجود معاكم. اي حد بيجي يقول لي دي اجازة ونفسنا تحضر معنا حاجة، اقول لهم لا، انا بالنسبة لي انا واخد برضو اجازة، اجازة وقاعد بقى اتمتع في وسط عيالي، محدش يفوتني نادي. فارجوكم كلكم تحرصوا ان انتم تكونوا حاضرين معنا هذا اللقاء. الجزء بقى اللي انا هديه اسمه اذا كان ابونا هديكم مهارات في الكتاب المقدس، انا عايز اديكم مهارات حياتيه. يعني ايه كلمه مهارات حياتيه؟ يعني ازاي اعيش، خصوصا ان في بعض البيوت عندنا اسرنا سامحوني ما تزعلوش يعني بيهتموا بحاجات وياثروا في الباقي. يعني تلاقي بابا وماما اهم حاجه في عيشتهم ان انتوا تذاكروا، ذاكر يعني ذاكر 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 ذاكر، وكان الحياه هي مذاكره فقط. وبعدين هم بيهتموا لك باللبس وبالاكل، فبقى دي ثلاث حاجات بس بيهتموا بيها، اللبس والاكل والمذاكره، صح كده؟ وبعد كده الواحد يتخرج من جهه اللبس ولد اخر شياكه وبنت اخر موضه، ومن جهة الصحة كل واحد فينا جسمه قد ال، ومن جهة المذاكرة على قد بقى ما ربنا بيدي. وبعدين نلاقي بقى في واحد مش قادر يعيش صح، لا عارف يشتغل، ونشتغل مش عارف يترقى. وبعدين في الزواج أحيانا بعض الناس يبقى الزواج بتاعهم مش موفق، دائم الخلاف مع بعض، واحد مع مراته بيتخانقوا وهم لسه شباب صغيرين، بعدين يخلفوا اطفال مش عارفين يربوهم، والعيشه بقت اتضح ان هي مش مذاكره بس، في حاجات ثانيه ما علموهاناش، صح؟ فاحنا عايزين حبه مهارات حياتيه. امبارح كان عندنا ندوه لشباب الخريجين كل وسط القاهره، وكان اللي بيدينا الندوه دي ناس بيتكلموا عن ازاي الواحد يتوظف، ازاي الواحد يقدم نفسه لصاحب العمل، ازاي يكتب سي في، ازاي يقابل بتاع الانترفيو، وايه المهارات اللي هم طالبينها. طبعا قالوا كلام جميل، بس الكلام ده متهيألي لما يتقال في سن ثانوي احسن لنا، لان الواحد من دلوقتي يقدر يكون شخصيته اللي تخليه يخترق الحياه بنجاح. هتلاقوا الحياة بتاعتنا مش زي النهاردة، انتوا كلكم النهاردة بتاكلوا وتشربوا بالراحة، بابا بيجيب فلوس وماما بتجيب فلوس، وبناكل ونشرب ونتفسح وبنتدلع عليهم، ولو ما قصروا في حاجة بنشخط فيهم كأنهم عبيد عندنا، هما بيستحملونا. فالحياة بالنسبة لكم تقريبا تعتبر سهلة، كل المطلوب حبة مذاكرة، لكن بعد كده الحياة نفسها عشان نشق فيها طريق صعبة، عشان الواحد يثبت ذاته، عشان الواحد ينتصر على المعوقات، الحكاية عايزة شخصية بقى.
فإحنا يهمنا جدا أن يكون شبابنا المسيحي القبط الأرثوذكسي شباب قوي، فلازم يكون في مهارات في الحياة تخليني أخترقها بنجاح. عشان ما انتهش، أنا إلى حد كبير هركز في الثمار بتاعت الروح القدس، هاخدها على أن هي مهارات في الحياة. انتوا حاضرين الثمار؟ كم واحدة؟ كم ثمرة؟ 9. قولوا كده معايا: محبة، فرح، سلام، طول أمان، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعافي. حافظينهم؟ قولوا لهم تاني: أمال الشباب مش بيروح اشمعنى بقى حافظينهم؟ عايز اسمعها بقى صوت رجالي كده: محبة، فرح، سلام، طول أنا، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعافي. أنتم لخبطينهم، الظاهر الترنيمة عملت مشكلة يعني. بصوا شباب، أنا هعتبر 9 ثمار دول عبارة عن مهارات في الحياة. ممكن تقعدي عشان ما تفهميش حاجة. أول مهارة هي المحبة. المحبة دي عبارة عن مفتاح. انتوا عارفين في الفنادق في حاجة اسمها كي، ماستر كي. عارفين ماستر كي يعني ايه؟ يعني انا اول ما ادخل بيت ليلة في فندق بديني مفتاح للأوضة بتاعتي بس، ما يعرفش يفتح الأوضة اللي جنبي، لكن العامل اللي بينظف الأوضة كلها معاه مفتاح يفتح كل الأوضة، اسمه ماستر كي، يفتح كل الأوضة. فالمحبة ماستر كي، تفتح كل الايه؟ القلوب. فدي مهارة في الحياة، يجب أتعلم إزاي أحب الناس. إحنا في سن ثانوي، سن العاطفة، في سن جامعة، سن العاطفة، بنفكر المحبة هي إن الواحد يحب بنت، والبنت تقعد مستنية واحد يحبها وتدور مين يا ترى اللي هيحبني. وأحيانا كلكم طبعا على وش جامعة، فالواحد هو داخل الجامعة داخل مش عشان ياخد بكالوريوس، داخل عشان إيه؟ عشان يحب. هي طبعا دي ده غلط، لان خلي بالك معايا، انا اخدت مفتاح يفتح قلب واحد، انا عايز اسمه ايه؟ ماستر كي. عايز ايه؟ لا لا لا، عايز اسمعها. ده يفتح ايه؟ كل القلوب. لما اكون انا انسان محب، كل انسان اتعامل معاه يفتح لي قلب على طول. لو انا قعدت مع واحد يعمل معايا انترفيو، قلبه هينشرح، يقول الاخ او الاخت دول لازم ناخدهم عندنا. لو انا في الجامعه قاعد مع الاستاذ بتاعي بيمتحني شفوي، قلبه هينشرح وهيلاقي بيحط الدرجه الكبيره وهو فرحان، مش من تحت درسه، قلبه اتفتح. خدين بالكم من دي؟ لما نيجي نتعامل في الكنيسه، هلاقي الكبير والصغير بيحبني، ابونا وامناء الخدمه والخدام، انا خادم في الوسط، العيال بيحبوني، الكبار بيحبوني، الدنيا جميله في اي مجال. فدي اول مهاره يجب ان نقتنيها في الحياه. عكسها بقى الواحد اللي هو ايه؟ انفي. عارفين الانفي؟ اللي هو كده يقرف من الناس ويحتقر الناس، ما يحبش الناس، والواحد عامل نفسه كبير، يتقارب على الاخرين. الناس يقولوا على ايه يعني؟ متعاملين على ايه؟ اقلبوا ولا يسالوا فيك. دي مهاره كيف تفقد الناس. يعني واحد شاطر ازاي بقى كل ما يتعامل مع حد يخبط فيه. خدوا اول مهاره هي ايه؟ المحبه. سهله دي ولا صعبه؟ حقيقه انا حاسس ان هي دي اسهل مهاره، خصوصا في سن ثانوي، اللي هم الناس اللي العاطفه بتاعتهم لسه فريش وتندر. تندر دي بالانجليزي يعني ايه؟ حساسه، جايز يعني حاجه كده لسه بتتفتح. انتهزوا فرصه، علموا نفسكم ازاي تحبوا الناس. ايه اول
مجال اقدر امارس فيه تدريبي على محبة الناس. نفسي اسمعها منك. اول مجال اقدر امارس فيه تدريبي على محبة الناس. برافو عليك. انت لازم تاخد مكافأة. تعالي بسرعة. سمعت قلت ايه؟ البيت. البيت قبل الغير. اسمك ايه؟ انجيل. انجيل دي يعني ملاك. عفو. شمعنى البيت طيب؟ اقول لكم ليه؟ لان سهل ان انا في الكنيسة اتجمل والناس تحبني. سهل ان انا في الكلية او في المدرسة اخد شكل الانسان الشيك اللي الناس تحبه. لكن عادة في البيت بنبقى على طبيعتنا. صح؟ محدش فينا يتجمل في البيت مع اخواته. في الكنيسة احنا بنتقابل لمدة ساعة ساعتين ثلاثة. في المدرسة اهو بالاخر بنروح بيتنا. لكن في البيت قاعدين وشنا في وش بعض طول النهار. فالمحبة في اي مجال بره البيت اسهل. لكن في البيت ممكن تكون صعبة. مع ان اكتر ناس بيحبوني فعلا هم البيت. بابا وماما واخواتي. حتى لو كنت انا مش حاسس بدي. احيانا بتحسوا كده ان زملاتك يحبوك اكتر من اخواتك. ان زملاتك بيحبوك اكتر من ماما. هو دي كلها وهم. لان حقيقة الامر اكتر حد في الدنيا بيحبني هم الناس اللي انا عايش وسطهم. بابا وماما واخواتي. بس المهم بقى انا موقفي ايه؟ هل انا من النوع اللي بحبهم واخاف عليهم واحب اخدمهم واحب اقعد معاهم، ولا الواحد زي القط النافور كل ما حد يقرب ناحيتي اعضه خربشه؟ اوعى تكونوا من النوع اللي بيخربش. خلينا في بيوتنا عندنا روح المحبة. دايما بقول لكم الكلمة دي، لما الواحد فينا يتأخر برا البيت في مؤتمر ولا في رحلة ولا في غيره، ساعة ما بيروح البيت بيقولوا ايه؟ وهو ممكن يقولوا ايه؟ كنا مستريحين. وممكن يقولوا توحشناك. انت من اي نوع؟ كنا مستريحين. طبعا. وبعدين قالوا ابونا لو سمحت ما عندكمش مؤتمر تاني. انتوا ايه السنة دي هادين ليه؟ السنة فاتت كنتوا طول الصيف شغالين، السنة دي هادين ليه؟ ما تاخدوكوا. هو ايه الحكاية؟ اصل احنا مزعجين. لكن انا لو كنت جميل في البيت يحبوني يفرحوا بيا. في واحد يجي يقول لك اهو جه بغرقه. جه بغرقه. دخل يزعق ويتخانق ويرمي الترابيزة ويقلع الهدوم يرميها في الشقة. ايه يا ابني الشقة كانت نظيفة قبل ما حضرتك تيجي، مش عارف انت عملت فيها ايه. خلينا من النوع اللي بيحب. دي نمرة واحد. بعد المحبة في ايه؟ فرح. دي مهارة في الحياة. في انسان دايما فرحان وشه دايما مبتسم، وفي واحد دايما متنكد والدنيا ضلمة كل حاجة وحشة، وحضرتك في ثانوي عاينين هم الأزمة المالية في أمريكا. وقاعدين في إيه؟ أصل الدولار مش عارف إيه. أنا مالنا هم الحاجات دي؟ لا ما هي بتأثر. ده الراجل بياع الفول يغلي الفول ونقول له يا عم ده حتى يقول لك الدولار. طب أنت مالك ومال الفول والدولار؟ فإحنا عايزين هم كل حاجة. الانسان اللي عنده روح القدس يبقى دايما فرحان. والفرح يا شباب عامل زي العدوى. عارفين كده لما يكون واحد بعد عنكم عنده عكس عكس قاعد في الكنيسة عكس عكس، على ما نخرج من القداس يكون كله ايه؟ عكس عكس. اهدي عدوى. في واحد برضه عنده بقى بدل عكس عنده ايه؟ فرح. يدخل في مكان يملاه بالفرح. في واحد تاني يدخل مكان يملاه بالايه؟ نكد. طبعا البنات يحبوا جدا الايه؟ فرح.
في بعض الستات مش البنات يعني متجوزين تقعد تقول بأن إسبوع ما تنكدناش خير الله هم بعد الخير في ايه وتقعد بقى تقول هو الراجل اتأخر طب على ما يجي اكون ايه ثبتت له تنكيدة كده من بالكم وفي السنادة اول ما يدخل تقول له النكد ان هذا النكد وفي ناس مهما الدنيا اتشيت عليهم انت الفرح دي مهارة مهارة ازاي اخلي انا فرحان وفرح اللي حواليا هنخسر ايه ممكن لو سمحت تكتسب هذه المهارة ندرب نفسنا على المحبة وعلى الايه الفرح وفي الحقيقة الاثنين مرتبطين ببعض لان انا بحب الناس افرح بيهم ولو حبيت كل الناس هفرح على طول يبقى عندي محبة وعندي فرح نمرة ثلاثة ايه سلام دي بعض مهارة ازاي ان انا في وسط الشدائد لأفقد سلامي انا فاكر في مرة وانا في الدير قبل ما انتوا تتولدوا سنة 92 حصل زلزال انت مواليد كام 92 هو ده الزلزال بقى هو ده الزلزال انا عرفت دلوقتي ليه كان في زلزال في 92 عشان انت اتولدت كنت انا لسه في الدير ولقيت أسرة جايين ومعاهم بنت في سنكم سنة وكده ودبلانة وخاسة ووشها أصفر وبتترعش وقالوا يصلوا لها أبونا ليه مالها من يوم الزلزال وهي ما تنزلش من البيت جايبينها النهاردة بالعافية خايفة تركب عربية خايفة تنزل من البيت فبقول لها ليه أنت خايفة عشان الزلزال يحصل تاني قلت لها طب ما يحصل ليه فيها إيه قلت لها لا تمام لو موتنا هنموت كلنا ايه يعني اللي هيحصل الناس يحصل لي في ايه في ايه ففي ناس كده ينزعجوا من حاجه طب ما الزلزال من سنه 92 ما حصلش تاني ليه ننزعج على ايه مفيش حاجه عايزين يحصل وان حصل يحصل ايه وان موتنا ايه يعني احنا يا جماعه في دين ربنا احنا في ايدين ربنا مفيش حاجة في الدنيا تخلينا نفقد سلامنا ده في ناس في عز الازمة يبقى عندهم سلام انت عارفين اعرف واحد في امريكا حاليا بقى اب كاهن صديق جدا سيدنا اندى موسى كان بيشتغل في المبنى اللي دخلت فيه الطيارة فاكرينه وهو كان ساعة الحادثة ده وبعدين اول ما حسوا ان في حاجه فتحوا ابواب الطوارئ عشان كله ينزل بس ينزل ايه ده المبنى مش عارف كان 100 وكام دور الاخ ده تقريبا كان في الدور الـ80 فعايز ينزل على السلامه ممنوع استخدام الاسانسيرات في الطوارئ هينزل على السلامه وبعدين لقى واحد زميله راجل عجوز قرب يطلع المعاش وعيان قال له اركب فوق كتافي قال له اركب ايه انت انزل انجو بحياتك وانا اروح مطرح ما حقوق خلاص المبنى بيتحدى عليها قال له اركب ركبه فوق كتافه ونزل بيه 80 دور جري 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 اول ما طلع بره المبنى كان بقى كله ايه كم اضطراب بعد كده طبعا جري بقى في الشارع من شوية من التراب وراح فين بعيد لما اتصل بأسرته قال لهم انا لسه عايش روح البيت عبارة عن بني ادم متغطي بالتراب وزميله العجوز ده برضه روح بيتهم والراجل عمال يقول محدش انقذني من الموت غير ده بعدها ترسم اسيس حاليا في امريكا يعني فلما بقول له انت ايه بقى ايه اللي عملته ده فقال لي ربنا موجود مش ممكن طبعا المبنى اخذ حوالي ربع ساعة على المتهد في ربع ساعة دي كانت الناس اللي قدر ينقذ نفسه جري لكن عشان كمان يشيل واحد ويجري بيه شو ويقعد يتفاوض معاه والمبنى بيتهد وربنا ساعده ان هو يقدر 80 دور ويهرب وينقذ حياته حاليا يبقى كاهن كمان
في انسان عنده سلام ممكن تقتنوا هذه المهارة ثانوية عامة. ايه ثانوية عامة دي؟ بالشفاء باذن الله. مرض يعني مرض جديد اسمه ثانوية عامة. في ايه؟ يعني سنة زي بيت السنوات. ليه الواحد يترعش؟ ليه الواحد يقلق؟ ليه ما يكونش الواحد قوي وثابت؟ بكرة امتحان، ايام امتحان، اول مرة نمتحن ندخل ونمتحن وننجح وكل حاجة. انت عارفين الواحد لما يترعش يحصل ايه؟ اللي مذاكره ينساه. ولو الواحد هادي اي معلومة في الدماغ حتى لو مستخبية تطلع لقدام. اتعودوا على السلام. ومن ضمن السلام ده اسمه السلام الداخلي، في كمان السلام الخارجي، ان احنا ما نتخاصمش. افتكروا يا شباب الآية اللي بتقول عبد الرب لا يجب ان يخاص، ما ينفعش ان احنا نخاص. البنات بالذات يحبوا جدا الخصام، مش عارف ايه الحكاية. خصمتك بلاش حكاية الخصام، عشان الخصام قبل النكال. نعم ده اكتر من كده. استني بس، هذا طلع لكم الباقي دلوقتي. ولا انتم عندكم في روح الخصام؟ فيش. نشكر الله. هما كده بناتنا يعني رجال برضه نقول رجالك الاخر. اوعوا من الخصومه. في ناس حلوين يقول لك انا معرفش انام لما يكون حد زعلان مني. هو ده اللي عنده روح السلام، ولازم بسرعه يسارع الى مصالحه الناس. اول حاجه ايه؟ محبه. والثانيه والثالثه؟ طب والرابعه؟ ادي برضه مهاره ثلث الباب. احيانا بيعملوا بعض الالعاب تعلم الانسان ثلث الباب، ازاي يطول بابه على ما يركب حاجه ويعمل حاجه، يحل مساله، يحل مشكله. طبعا عارف ان الثقافه الحديثه بتاعتنا ثقافه الريموت كنترول، ان الواحد هو قاعد بزرار عايز يحرك الدنيا. فخلينا خلقنا ضيق. الواحد يمسك الكتاب يقول لك اوف بقى لسه هذاكر ده كله. طب ما اطول بقى، لسه قدامنا سنه طويله. يا عم انا زهقت. خلينا عندنا مهاره طولة البال، ودي هتخلي الانسان يبقى ناجح. كل حاجه يعملها بمهاره، لان اللي بعمله بطولة البال اتقنه، لكن المتلهوج يغلط. مهارة جميلة ان الانسان يطول باله. بص يا شباب، انا بقول بقى الكلمات اللي هي هنبتدي ندرب نفسنا عليها. ادرب نفسي ان انا احب الناس ما تقمص. ادرب نفسي ان انا افرح دايما. ادرب نفسي ان انا اعيش في سلام. ادرب نفسي ان انا طويل الجال. بقى طول انا ايه؟ لطف. يعني ايه لطف؟ لطف؟ ايه اللطف؟ كلام لطيف. الانسان لازم يكون كلام. هدي بقى في الشباب، البنات لطفاء جدا يعني. عمرهم ما بيقولوا كلمه قاسيه. كلامهم كله رقيق وجميل. جيت صفوق المرات بيني وبينكم اي كلام يعني. الشباب بقى هو اللي عامل زي الدبش، يخبط في وش زميله كلمه يقول لك يا واحد كنا بنهزر. طب والهزار كده؟ مش الواحد لازم يراعي مشاعر الناس ويبقى رقيق في كلماته، حساس؟ ايه ده؟ لازم يتعلم اللطف. معناها ان الواحد يكون رقيق في الكلام، ما يطلعش كلمة قاسية، ما يجرحش حد بكلامه ولا بتصرفاته. دي مهارة. تخيلوا بقى لما يكون واحد ماهر فإنه يختار الكلمة الجميلة يعرف يعيش كويس. محدش يمسك عليه غلطة، محدش يكرهه، محدش يزعل منه.
تلاقي حتى الناس اللي بتعاديه بدون سبب، ما في آية بتقول أبغضوني بلا سبب، مش قادرين يمسكوا عليه غلط. المسيح نفسه أبغضوه بلا سبب وقال لهم طب من منكم يبكتنا على خطية؟ حد شكل؟ لأنه كان لطيف جدا معه. فاللطافة دي شيء مهم جدا تخليني أبقى ماهر في العلاقات مع الناس، ما افقدش حاجة. طول أنا لطف إيه؟ صلاح. الصلاح معناه محبة العطاء. محبة العطاء مش بس في الفلوس، في الجهد، في الوقت، في المشاعر. أحيانا بعض الشباب والبنات في سن ثانوي يشتكوا محدش بيحبني، محدش حاسس بي، محدش بيعبرني، كله إيه أنا مستني حد يعمل لي حاجة، واحد يحبني، حد يعبرني، حد يفهمني، لكن أنا مش ناوي أحب حد ولا أفهم حد ولا أعبر حد. أنا مفروض أقعد كده سلطان زماني، أحط رجل على رجل على كرسي فيه كده، والناس كلها حواليا بتخدم مشاعري وتخدم احتياجاتي، أنا سلطان زماني. دي حاجة مش كويسة. المسيح قال عن نفسه ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل إيه؟ بل يخدم. لازم أتعلم كيف أعطي، أعطي جهد، أعطي اهتمام، أعطي ابتسامة، أعطي فلوس، أعطي مساعدة في أي شيء، أي حد محتاج مني حاجة أدي. والآية تقول المعطي الإيه؟ المسرور. ما هو ممكن واحد يدي وهو متأفف، وفي واحد يعطي وهو مسرور. المعطي المسرور يحبه الرب، ده الصلاة. كده خدنا أول ثلاثين: محبة، فرح، سلام، طول أناه، لطف، صلاح. ناقص ثلاثة: إيمان، وداعة، تعالى. برضو من مهارات الحياة الإيمان. الذي يعيش بدون إيمان بيصطدم بالحياة. ليه؟ لأن هلاقي موقف خبط فيه مش عارف أفسره، اتضايقت، اتعقدت، جاتلي كآبة، رحت للدكتور النفساني اداني علاج، خفيت أو مخفتش، قمت من المرض دوت، دخلت في دوامة جديدة، جابت لي كآبة، يحد يتجنن في الآخر. لكن لما يكون إيمان معناها إن أنا أي موقف هقابله في حياتي هفهم إن إيد ربنا فيه، فدي مهارة تخليني مفيش حاجة في الدنيا تزعجني ولا تعطلني. مهارة الإيمان. والإيمان هو، حد حضر الآية، الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. أنا عندي إيمان، دي مهارة. بعد الإيمان وداعة. عارفين إيه الوداعة؟ عشان نفهم الوداعة نفهم عكسها. عكسها هو العنف والإرهاب. طبعا الإنسان العنيف بسرعة يفقد الناس، يزعلوا منه وينفضوا من حاله. الناس ما تحبش العنف. عكسها الوديعة. المسيح طبعا إلهنا في كل الفضائل، لكن لما قال لنا تعلموا مني ركز على حاجتين اللي هما ايه؟ وديع، متواضع أكثر. خليكوا ودعاء، دي مهارة. آخر حاجة التعفف. التعفف دي كلمة كبيرة جدا، احنا بنفهمها ان هي الطهارة، لكن العفة أكبر من الطهارة. الطهارة واحدة من ضمن العفة. العفة معناها الواحد ما ياخدش حاجة مش بتاعته، لا كلمة ولا نظرة ولا لمسة ولا نكتة ولا حاجة شوفها خدها. إنسان عفيف، فالناس تحبه من أجل عفته. ومن ضمن العفة طهارة القلب. وفي آية بتقول إيه؟ من أحب طهارة القلب فلنعمة شفتيه يكون الملك نفسه صديقه. لا واحد يرتقي 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 لغاية ما الملك يبقى صديقه بسبب الطهارة والنقاوة والعفة اللي فيه، والناس كلها تبقى تفرح بيه. شباب احنا داخلين على حياة جميلة، بس الجمال بتاعها، الجمال بتاعها ان هي مليانة ومصاعب. مصاعب دي جمال في الحياة. والجمال ايه بقى؟ ان حاجة صعبة وانا بشقها، حاجة صعبة وانا بخترقها. فهخترقها امتى؟ لما اكون قوي،
وعند شخصية، والشخصية دي عشان تبقى قوية فعلا لازم يكون عندها هذه المهارة. ما المنفعة يا إخوتي لو واحد واخد دكتوراه وبعدين كل ما يدخل انترفيو عشان يشتغل ما عرفش يحط منطق، ما عندوش مهارات حياتية، وبعدين حتى لو شغلوه يصطدم بالناس ويسيب الشغل ويمشي، وبعدين نقول له سبت الشغل ليه؟ يقول ما احترمنيش، ما حبونيش، ما ساعدنيش، طردوني، زعلوني، يدور على شغل انا تانية يقعد فيها شهرين ثلاثة ويسيبها ويمشي. ما عندوش مهارات، عنده كفاءات علمية لكن ما عندوش مهارات، بينما زميله غلبان، امكانياته الذهنية كانت قليلة، ما عرفش ياخد دكتوراه، اخد دبلوم بس، لكن عرف يشق طريقه في الحياة وبقى رجل اعمال وعنده محل في وكالة البلح وبقى مليونير ورجل اعمال وفتح له كم فرع وبقى كبير لانه عنده مهارات. الحكاية مش بس الشهادة الدراسية، حكاية مهارة، ازاي باللغة الجميلة اكسب الناس، ازاي اقنع الناس، ازاي الناس تحبني وتلتف حواليا، ازاي لما يكون في زبون هيتعامل معايا سواء كنت دكتور ولا محامي ولا مدرس ولا بياع ولا مندوب دعاية ولا اي وظيفة، في زبون هيقول لي انا عايز الاخ ده لانه ده لسانه حلو، ولا ده غلس، بالرغم ده عنده حاجة احسن، لا مش عايزين اصله غلس، طب ده لذيذ، بنعرف نتفاهم معاه، صح كده؟ هتلاقي حياتك كلها ناجحة لو عندك مهارات في هذه الحياة. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين.